مركز تيفون دا سيفا الإداري الحدودي مع الجارة السنغال بولاية غورغول تتواصل فيه الحملة الوطنية للتلقيح في يومها السابع على التوالي، حيث شهد المركز حضورا كبيرا من قبل سكان المركز، يتم تلقيح 1663 شخصا، ما يعني نفاد حصة المركز من شروعات التلقيح. ليواصل رئيس المركز والسلطات الأمنية الاطلاع على الحملة منذ يومها الأول إلى أن تنتهي ويقف على آخر الملقحين اليوم في المركز، فيما تفقد بعد ذلك وضعية النقطة الصحية التي بدت في حالة جيدة بعد تهطل الأمطار المعتبرة ليلة البارحة. أغلب المواطنين ممن حضروا المركز تلقوا جرعة، فيهم من وصل تلقى الجرعة الثانية، وفيهم من ما زال في طور الجرعة الأولى. نحن نتابع العملية منذ يومها الأول بالتنسيق مع السلطات الصحية، السلطات الأمنية، حتى والمواطنين تلقوا هذه الحملة بفرح كبير واستقبلوها وتوافدوا بكثرة لله الحمد إلى مراكز التلقيح. عرفت النقطة الصحية بمركز تيفون دا سيفا الإداري توافد السكان بكثرة منذ أيام الحملة الأولى، وتم تلقيح الغالبية والبقية في انتظار كميات أخرى ستصل قريباً. قمنا بتلقيح جل المواطنين وقد بدوا في استعداد تام للمشاركة في هذه الحملة الوطنية. نفدت حصتنا من الجرعات اليوم، وبقي بعض المواطنين ونحن في انتظار أعداد أخرى من اللقاح حتى يعم على جميع المواطنين في مركز تيفون دا سيفا الإداري. المواطنون عبروا في مداخلاتهم عن أهمية اللقاح، خصوصا وهم يوجدون في موقع جغرافي حدودي يستدعي تحصينهم صحيا على حد قولهم. التلقيح كان جيد بالنسبة للمواطنين، وخاصة بمنطقة تيفون دا سيفا بها اللي حد سنغال، كانت جيد حتى لأنها يالطلات تعدل التلقيح. أقدم كامل شكري للسلطات العليا في البلد على اهتمامها بالمواطنين، وذلك ما بدا جليا حيث قامت الدولة باقتناء كميات كبيرة من اللقاح. ونحن نثمن هذه الخطوة جيدا ونرجو إفادة المزيد حتى يتم تلقيح من بقية من السكان. اليوم ينهي سكان مركز تيفون دا سيفا الإداري حصتهم من الجرعات المخصصة لهم من اللقاح الواقي من الإصابة بفيروس كورونا، ما يعني نجاح الحملة في المركز 100% حسب ما صرحت به الجهات المعنية. باها بياري ولليدالي لقناة الموريتانية من مركز تيفون دا سيفا الإداري بولاية غورغول.